جوا إيمان. رب عايز يعمل زيارة خاصة لينا في هذا الزمن. عايز شجعك جدا، ده مش زمن تستسلم للمودز. عارفين المودز؟ المشاعر المتقلبة بحسب الظروف أو الأجواء أو الأحداث أو الأخبار أو اليوم أو شغلك أو اللي حصل أو مين قال كلمة بايخة معاك. ده مش زمن تستسلم لولا حاجة من الحاجات دي. ده زمن إيدك وصوتك مرفوعين للرب، قلبك وإيدك وصوتك مرفوعين للرب، لأن الصوت اللي خارج والإيد المرفوعة بإيمان والقلب اللي بيعلن حضوره على حياتك هو اللي بيتقدم للامتلاك على حساب المودز. مش لاقي كلمة أحسن من مودز. فالتقلبات المزاجنجية حسب المزاج العام، هذا الإيمان، هذا القلب المثبت، هذا الصوت اللي خارج من قلب، لأن ما فيش إيمان بدون صوت. أمنت لذلك تكلمت. غياب الصوت اللي خارج خطر في الزمن ده. غياب الصوت اللي خارج ده زكريا اللي لم يؤمن إن جاء الموسم، بتصور إنه أنا صليت قبل كده وما حصلش، وقف قدامه الملاك وزكريا لم ما صدقش. قال له كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم؟ إيه اللي ضمني؟ فقال له أنت عارف أنا جاي من فين؟ أنا جاي من أمام العرش، أنا جاي من أمام وجهه. عدم إيمانك بيسكتك. فزكريا أصبح صامت لغاية لما قرر في الآخر أن يقول يوحنا، هيبقى اسمه يوحنا. عدم الإيمان هو اللي بيخليك صامت، الإيمان بيخليك تتكلم. فمن فضلك ما تخليش إيمانك صامت، لأن إيمانك الصامت بيخليك زكريا الصامت. إيمانك المتكلم بيغير أجواءك وبيفتح السماوات فوقيك. ليكن صوت خارج في أوضتك، لكن صوت خارج في عربيتك، ليكن صوت الإيمان هو اللي خارج. ما أسهل نقول كلمات مليانة عدم إيمان، مش كده؟ عدم الإيمان سهل أنه يتنطق، بس الإيمان أقوى أنه يتنطق. أنا دخلت عليكم بسرعة، إزايكم؟ أنتوا كويسين؟ النهاردة الأربع، كل سنة وانتم طيبين، عشان الأربعة مش عشان العيد يعني. عثاليا كانت بتهاجم البعد الملوكي، ولما كانت إيزابل وعثاليا متحركين في الأجواء كان الأنبياء مستخبيين ما لهمش صوت. إيليا له صوت. عثاليا بتأتي ضد النسل الملوكي عشان ما يطلعلوش صوت. لحسم موقعة عثاليا جابوا هذا الملك اللي كان مستخبي، كان عنده 7 سنين، هذا الملك المستخبي، وهتفوا ليحيى الملك. أول ما سمعت عثاليا قالت انقلاب، خيانة. ليه؟ لأنه طلع لهم صوت اللي ما كانش ليهم صوت. الخصيان اللي ما كانش ليهم صوت طرحوا إيزابل، واللي ما كانوش بيقولوا ليهم صوت قالوا ليحيى الملك، فعثاليا قالت خيانة. انتوا هنا كل قوة بتقتل البعد الملوكي جواك، علاجها ان صوتك بيرتفع للملك، حتى لو بقالك سنين مكسور في أمور محددة، أمور خزياك بطريقة محددة. الخصيان هم اللي طرحوا إيزابل، والصامتين هم اللي قالوا ليحيى الملك. إطلاق الإيمان من قلبك بيعمل ثورة في العالم الروحي. إطلاق صوتك في أوضتك، إطلاق إيدك، صدقني إطلاق إيدك المرفوعة. كنت بحكي مش عارف يمكن الأربع اللي فات، مش فاكر، لما حكينا عن الإيمان، هو السور وقع بسبب الإيمان ولا وقع بسبب الهتاف؟ هو الاثنين. لأن كان السبت، كان في يوم من الأيام، لو ما كانوش هتفوا كان السور وقع؟ ما ظنش، لأنه بالهتاف سقطت الأسوار. لكن ما كانش، لو ما كانش في إيمان وراء الهتاف ما كانش وقع السور، لأنه بالإيمان سقطت الأسوار. ففي آية بالهتاف وفي آية بالإيمان، بس الاثنين مربوطين ببعض. ليه؟ لأن لو إيمان منطوق السور بيقع في مكانه، لو إيمان مش منطوق ما ظنش السور كان هيقع.
إيمان حضرتك مش في الاجتماعات سهل، إيمان حضرتك هو اللي بيحصل في العربية، في الأوضة، في الجو، في أجواء بيتك، في أجواء أوضتك. الصوت اللي خارج اللي مليان إيمان، مليان يحيى الملك. عثاليا أول ما سمعت الصوت، لأن هي كانت بتقتل النسل الملوكي، بتمنع أن يطلع ملوك من ولاد الرب. ده زمن انتصارك على إيزابل وعثاليا. ما تخليش الأجواء متلبكة بشبورة من أفكار ومن مشاعر سلبية ومن مودز. عثاليا وإيزابل كثيرين يلعبوا في المودز بتاعتنا، وبالتالي صوتك مهم جدا، لأنه بيعمل سبراي في الجو مختلف. الإيمان بيعمل سبراي مليان توقع المعجزة، مليان تغير في الأجواء، في الأتموسفير، في المزاج العام. أول ما هتفوا ليحيى الملك، هتفت عثاليا وقالت خيانة. هقرأ لكم آية بس من القصة دي، مش موضوعنا النهاردة، أخبار الأيام الثاني، آية 23، آخر آية في إصحاح 23 من أخبار الأيام الثاني. فرح كل شعب الأرض، استراحت المدينة، ليه؟ قتلوا عثاليا بالسيف. تقول لي دي آية يعني مشجعة؟ أقول لك ما طلعتش الآية لسه، أهي اقراها من وراء القدام. كالعادة، أول ما عثاليا بتحسن في حياتك بتحصل راحة في داخل المودز بتاعتك، ويطلق فرح في كل الأرض. أنتوا ما تعملوش مع الآيات إنها بجد ولا إيه؟ الآيات دي بجد. قوة عثاليا هي القوة اللي بتقتل البعد الملوكي في حياتك، بعد السلطان، بعد الغلبة، بعد الامتلاك، بعد الامتداد. مقاصد الرب في الأشهر دي إنك تمتد وتأخذ، مش تتراجع وتتفرج. في ناس بتحضر اجتماعات تتفرج ربنا بيعمل إيه أو بيقول إيه. ربنا مش دعيك تحضر اجتماع تتفرج، دعيك تقف في المسيح، في الصليب، في القيامة، في المجد. المسيح ما جاش عشان تتفرج على هو بيعمل ايه. عشان كده حاجه اسمها التجسد، هو اتحد بيك، هو خدك معاه، فهو اخدك في التجسد، هو اخدك في الصليب، هو اخدك في القيامه، هو اخدك في المجد. مش علشان تتفرج عليه، لكن علشان تبقى فيه، في الصليب فاحيا انا، في القيامه شده قوته، وفي المجد مكان سكناك. المسيحية مش دين بتتفرج عليه. المسيح سكنة، هوية، أنت فيه وهو فيك. قد لبستم المسيح، ولأنه كده فهو أنت فيه في الصليب. أنت مش بتتفرج على الصليب، الصليب مش هنا وأنت هنا، نو. أنت فيه في الصليب، أنت فيه في القيامة، أنت فيه في المجد. وأي حاجة تفصلك عن كده، هي عثاليا أو إيزابل، أي حاجة تفصلك إنك تتفرج، هي برودة مرمية. ده اللي كان، ده اللي إيليا لغاه وهو واقف لما رمم المسبح. هو لغى المسافة ما بين النار والأرض. كان في ناس بتعبد الرب، كان في ناس بتحب الرب، كان في أنبياء صامتين في المغاير بيأكلوا خبز وماء، بس إيليا كان حاجة مختلفة، كان في صوت صارخ. عشان كده لما يوحنا جاء بروح إليه قال أنا صوت صارخ، أنا بكسر الصمت اللي حصل قبل، اللي ما بين العهد القديم والعهد الجديد. أنا صوت صارخ، ولأني صوت صارخ أنا بكسر حاجة في إيزابل، أنا بكسر حاجة في الجو اللي مليان موت، العامل فاصل ما بين النار وإحنا بنتفرج على النار بعيدة. إليا النار نزلت، إليا النار لحست كل حاجة، حتى المية وحتى التراب. لأنه لغى قوة إيزابل أو قوة البرودة أو قوة العثالية أو القوة الفاصلة ما بين النهضة اللي بتفرج عليها والنهضة اللي هي أنا. فلما النار تنزل، النار بتنزل على قلب حضرتك، بنار بتنزل على نفسيتك وعلى قلبك وعلى كيانك وعلى خيالك وعلى كل حاجة فيك. النار مش بتتدفى وبعد كده تسيبها فتسقع تاني. أحد فاهم أنا عايز أقول إيه؟ مش بتيجي حوالين النار تتدفى شوية وبعد كده تسيبها فتسقع.
النار هي أنت، وأنت هويتك هي النار لأنك مولود من الروح. المولود من الروح، والروح بالمناسبة ناري، المولود من الروح هو إيه؟ هو روح. عسلية تقتل النسل الملوكي فيك، فتنسيك أنك روح، تنسيك أنك نار، تنسيك أنك مولود من فوق، تفقدك الميراث. تقولك أنت بتتفرج على الصليب، أنت مش في الصليب، بتتفرج على القيامة، أنت مش في القيامة، بتتفرج على المجد، أنت مش في المجد. ويأتي إلي فيك ويقولك أنا بكسر ده، أنا برفض ده، أنا بطلع صوتي، أنا صوت حضرتك وحضرتك، أنا صوت صارخ في البرية. النار تنزل لأن ده روح إلي، ولما النار بتنزل بتلغي البرودة اللي هنا والنار اللي هنا. نو، النار بقت هنا، بتلغي أنا بتفرج على حاجة وأنا في مكان آخر. فالمعجزة بتبقى هنا، النار بتبقى هنا، التكريس بتبقى هنا، الانتصار بيبقى هنا، مش بعيد عني. فمش باجي اجتماع الدفة بك أخرج أسقع. نو، أنا صوتي صارخ في البرية طول الوقت، أنا صوتي صارخ في العربية مش في البرية، أنا صوتي صارخ في المشاوير، أنا صوتي صارخ في الأجواء في الأوضة، أنا صوت صارخ للرب. ليه؟ لأن في طريق، والرب عمال بيعد هذا الطريق، وعمال بيبني هذا الطريق، وعمال بيخترق في هذا الطريق على حياتك. اسمه طريق أبدي. اهدني طريقا إيه؟ أبديا. فعثاليا، ارجع الآية مرة تاني، قتلوا عثاليا بالسيف. ما تسمحش العثاليا اللي بتقتل البعد الملوكي فيك إنه تفضل موجودة. اللي قتل عثاليا قالوا ليحيى الملك. أول ما خرج الصوت عثاليا قالت خيانة، فخدوها قتلوها. أول ما استراحت المدينة، أول ما في حاجة، ما هو عثاليا هي المؤدية إن ما فيش راحة، عثاليا هي المؤدية إن في فاصل ما بيني وما بين حاجة اسمها الراحة، الانتصار، السلام، الهدوء، الحسم، الانتصار السلس. فاستراحت المدينة، ففرح كل الشعب لأنهم قتلوا عثاليا بالسيف. It is time بالإنجليزي. It is time إن إيدك تترفع وصوتك يخرج، وكل حاجة عاملة برودة، كل حاجة عاملة مسافة، كل حاجة عاملة على قتل البعد الملوكي جواكي، ترفضها وتطلع صوت. ما ترفضهاش جواك، ارفضها بصوت. إحنا ملوك الصلاة الجوة، بنصلي backwards لورا، مش بنصلي اختراق قدامنا، بنصلي لورا جوانا. ورب يقولك أخري، سمعني صوتك، وريني وجهك، وجهك لطيف، صوتك جميل. الموسم بيتغير لما تطلع صوتك. عارفين الآيات دي في نشيد، سفر النشيد، اخرجي من الحتة الضيقة، الموسم اتغير، طلعي صوتك وريني وجهك، لأن الصوت والوجه بيغيروا الأجواء. فخرج وجهك قدام الرب وطلع صوت، أن الرب يريد أن يصنع أمور مختلفة في حياتك ويغير الموسم مرة تاني. ده مش زمن مودز، لا تستسلم للمودز. تذكر هذه الكلمة، لا تستسلم لمزاجان أي حاجة، لا تستسلم لمزاجك. ما تبقاش مزاجانجي. كنت عايز أقول كلمة مزاجانجي. ما تبقاش صاحب مزاج، كون صاحب إيمان. كون صاحب إيمان، ولأنك صاحب إيمان فأنت صاحب صوت، ولأن صوتك بيخرج بيغير الأجواء. سفر التكوين صح الأولاني، كانت الأرض خربة وخالية، آية 2، كانت الأرض خربة وخالية، على وجه الغمر ظلمة، وروح الرب يرف على وجه المياه. قال الله ليكن نور، فكان نور. رأى الله أن النور حسن. مرة تاني، كانت الأرض خربة وخالية، على وجه الغمر ظلمة، روح الرب يرف على وجه المياه. قال الرب ليكن نور، فكان نور. ورأى الرب النور أنه حسن.
ده مش نور الشمس، كلكم عارفين نور الشمس كان في اليوم الرابع. ده النور اللي احنا بنعيش تحتيه. احنا بنعيش تحت الشمس. عندكم الخبر ده؟ سفر الجامعة علمنا كده، اي حاجة تحت الشمس باطل، صح؟ حد عارف سفر الجامعة؟ اي حاجة تحت الشمس باطل. انت مش بتعيش تحت الشمس، انت بتعيش تحت هذا النور. عشان كده قال في المدينة مش 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 شمس وقمر، الرب هو النور. انت بتعيش تحت هذا النور، فتعيش ما بتعيش تحت مواسم الشمس والقمر، انت بتعيش تحت نور، وهذا النور حسن جدا ليك. انتوا مشجعين جدا. اوكي، اقول لكم حاجه تعرفوها. احد مفاتيح النهضه هو نوعيه علاقتنا مع الروح القدس. احد مفاتيح النهضه في حياتك هو نوعيه علاقتك مع الروح القدس. الروح القدس بالنسبه لك ايه، بتتعامل معاه ازاي، هو اللي بيحدد نوعيه النهضه اللي حاجه بتختبرها، او نوعيه علاقتك مع يسوع. لانه لما الرب يسوع اتكلم عن الرب الروح القدس، قال ذاك يمجدني، ذاك يذكركم، ذاك يخبركم، ذاك يرشدكم، ذاك يمجدني. لان علاقتك مع يسوع مربوطه بعلاقتك مع الرب الروح القدس. لما تزداد علاقتك مع الروح القدس بتزداد علاقتك مع يسوع. روح القدس عمره ما بيشاور على نفسه، روح القدس دايما بيمجد يسوع. علاقتك لما بتزداد مع الروح القدس، علاقتك بتزداد مع يسوع. وبالتالي العكس صحيح، لو علاقتك هديت مع يسوع، حبك ليسوع ابتدى يهدى. ارجع لعلاقتك مع الرب الروح القدس، بس بحسب مين هو بالنسبة لك الروح القدس. خليني أقول لك أنا عايز أقول إيه النهاردة. معظمنا برغم أنه حيقول لي لأ، معظمنا بتعامل مع روح القدس كقوة، معظمنا بتعامل مع روح القدس كمسحة، معظمنا بتعامل مع روح القدس كحاجة طايرة في الهواء، برغم أنه كلنا حنتفق مع بعض أن روح القدس هو أقنوم شخص الرب الروح القدس. انتوا هنا مش كده؟ حد يعرف قانون الإيمان؟ هنؤمن بالرب الروح المحي، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. الناطق الروح القدس ده هو الناطق في الأنبياء. انتوا هنا؟ بحسب نوعية علاقتك مع الروح القدس، هو رب، هو شخص، هو أقنوم، أم هو حاجة طايرة في الهواء، قوة، رداء، نار. بحسب علاقتك مع الرب الروح القدس، علاقتك مع النهضة. العلاقة مع الروح القدس مرتبطة جدا بنهضة الملكوت في حياتك. هقرأ لك آية في سفر الأعمال. مرة تاني وأنا وأنت رايح لسفر الأعمال، أنت مش رايح لسفر الأعمال، أنت هتشوف الآية، بس وأنا رايح لسفر الأعمال أذكرك، الروح القدس بالنسبة لك سحابة ولا شخص؟ سلام. يعني يسوع معلن، الآب معلن. تعرفين هرتقى إنك تقلل من الروح القدس بالمقارنة بيسوع أو بالآب؟ تعرفين هرتقى، دي أحد الهراطق في تاريخ المسيحية، إنك تتعامل مع الروح القدس أقل من تعاملك مع يسوع أو الآب؟
علاقتك مع الروح القدس هي مفتاح، مفتاح النهضة في الكنيسة. كان كل مرة كان بيحصل نهضة في الكنيسة على مدار التاريخ كان هناك سكيب من الرب، كان هناك حضور من الرب، وكان علاقة، هناك علاقة مع الرب، هناك مقابلات مع الرب اللي اسمه روح القداسة، مقابلات مع الرب اللي اسمه روح القداسة. أعمال خمسة آية أو شاهد يمكن ما يعني بس شاهد كويس. رجل اسمه حنانيا امرأته سفيرة، شاهد كويس مش كده؟ عارفين حنانيا وسفيرة؟ أعمال خمسة، رجل اسمه حنانيا امرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر بذلك، أتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. قال بطرس: يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على مين؟ تكذب على الروح القدس. اوكي يعني كده يعني كذب على الروح القدس يعني بسيط. نو وتختلس من سما الحق، اليس هو باق كان يبقى لك لما بيع؟ الم يكن سلطانك فلم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر؟ انت لم تكذب على الناس بل ار يو هير، انت لم تكذب على الناس بل على ايه؟ في آية 3 قالوا انك كذبت على الروح القدس، في آية 4 قالوا انك كذبت على ربنا. انا مش هتكلم بسرعه النهارده، هتكلم ببطء. ففي آية 3 قالوا انك كذبت على الروح القدس، في آية 4 قالوا انك كذبت على ربنا. مش كذبت على سحابه، مش كذبت على قوه، مش كذبت على عمود نار، انت كذبت على ربنا. نحن نؤمن بالرب الروح المحي، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. مستوى علاقتك مع شخص أقنوم الرب الروح القدس هو مستوى نهضة مستمرة في حياتك، مش سحابة، مش شعلة نار. وظهر كشعلة نار فعلا، هو كان سحابة في العهد القديم فعلا، هو كان ظهر في معمودية الأردن ك ك ك في هيئة جسمية كحمامة استقرت على رأس يسوع، كل ده ياس حقيقي، بس دي إظهارات لهذا أقنوم هذا الرب اللي اسمه الرب الروح القدس. تقول طب ليه ما يعني ما بيظهرش كده؟ ك لأنه دايما بيمجد مين؟ عشان كده معظم الاختبارات مع الرب الروح القدس انت بترى فيها يسوع، لان الروح القدس بيقوم مستخبي ويوريك يسوع. الروح القدس بيبقى مستخبي ويوريك يسوع. وكثير من مقابلاتك مع يسوع هي مقابلات مع الرب الروح القدس اللي عمال بيمجد يسوع قدام عينيك، لكن محتاج انك تدرك ان هذا الرب هو كلي القدره، كلي الحضور، كلي المعرفه. وهذا الرب اللي كلي الحضور، كلي القدره، كلي المعرفه بيحيط بيك، وهو الموجود معاك كأقنوم مش كقوه. وهذا الأقنوم عايز يعمل علاقة معاك، هو الرب الحال الحاضر، كما كنت معكم يكون هو أيضا معكم، هو ماكث معكم، هو يكون فيكم، هو يخبركم، يقودكم، يرشدكم، هو كل الحاجات دي. والرب يسوع قال خير لكم أن أنطلق، لأن زي ما كنت أنا معاكم بتتعاملوا معايا كأقنوم، الرب الروح القدس هيبقى معاكم تتعاملوا معاك كأقنوم بحسب علاقتك مع الرب الروح القدس، علاقتك بالنهضة. ما فيش نهضة حتى في تاريخ النهضات حصلت إلا ما كان حصل شفت في العلاقة مع الرب الروح القدس. هنا أنا ليه جبت الشاهد ده؟ لأنه شاهد مجرد بيوريك قصص بقى كتيرة كلكم عارفينها، إزاي أن الرب الروح القدس في كتاب مقدس والإعلان الموجود جوه الكتاب المقدس طول الوقت أنه هو الرب، هو الرب،
يعني مش ربنا في السماء وبعت لنا قوة. حد يعرف انه هيكل الله؟ حضرتك هيكل الله ولا لا؟ حضرتك هيكل الروح القدس؟ ايه اللي خلاك هيكل الله؟ انك هيكل الروح القدس، لان الروح القدس هو الرب. انتوا هنا مش كده؟ ممكن الاطفال اللي فوق يبطلوا حركه؟ ممكن الاطفال اللي فوق يبطلوا حركه؟ لأن الروح القدس اللي فيك هو الرب، هو مش قوة، مش ربنا في السماء وبعت لنا قوة. ونقلة الإدراك ده بتعمل نقلة في العلاقة، إن هذا الرب القدوس، بالمناسبة هو روح القدس، هو روح القداسة، هو القدوس، هذا الرب القدوس بيحيط بيك. فكين أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أهرب؟ لو فرشت في الهوية الرب معك، لأنه كلية الحضور، كلية القوة، كلية المعرفة، مواصفات الرب موجودة. كل الأرواح الأخرى مخلوقة محدودة. أحد الشهادات اللي جات لي قريب شهادة كانت جميلة قوي، فكين في مرة حكيت أن الروح الشرير ده محدود، من فترة طويلة كده حكيت أن الأرواح، أي أرواح أخرى، أرواح مخلوقة محدودة، مش كلية الحضور ولا كلية القوة. فقلت كده التعبير كده، تقدر تزنق الروح في كورنر في الأوضة وتتعامل معاه وتطرده. كانت جملة كده قلتها، جملة طلع منها شهادة، وشهادة عظيمة جدا لتاريخ، بدون دخول في تفاصيل، تاريخ أحد الشخصيات اللي بتحضر في وسطينا مؤخرا. عمرها ما كانت بتحضر، هي سمعت بس، كانت بتسمع بتشاهدنا يعني، فسمعت هذه الجملة، قالت الجملة دي عملت ثورة في حياتي، أنا زنقته في الأوضة عندي وطلعته من الأوضة وما رجعش تاني من يومها. أنا ما قلتش القصة، كان وراها قصة، كان وراها أسحار غير عادية وأمور صعبة جدا قوية جدا. وهذه الأخت انتصرت هذا الانتصار لمجرد إدراكها أن الروح اللي بالنسبة لها ضخم جداً ده يقدر ممكن يتزنق في حتة وتزنقه، لأنه محدود، قوته محدودة، حضوره محدود، هو مش كل الحضور ولا كل القوة ولا كل المعرفة، وتقدر تتعامل معه وتطرده. عشان كده أرواح الشر مخلوقة، أما الروح القدس هو الخالق، هو اللي كان بيرف على وجه الخراب والخلق، ما بيفرقش معاه مستوى الظلمة، الظلمة تضيء لديك، الليل مثل النهار يضيء ليل، أن أين أذهب من وجهك، من حضورك أين أهرب ليل، أن روحك معايا، الرب الروح، مش قوة، مش سحابة، مش هو الرب، ولأنه هو الرب، هو مليان قداسة، هو مليان نور، هو اللي ساكن فيك. فالروح القدس، أنت هيكل لروح الله، أنت هيكل الرب. وكل ما يرجع مستوى علاقتك مع الرب الروح القدس، إن هو الرب، إحنا بنقولها ببساطة وخارجة مني ببساطة، بس جاء وقت إنك تدركها، مش تدركها في أنا عارف إنك عارفها في ذهنك، تتعامل معاه إن هو الرب، وهو العمال بيمجد يسوع قدام عليك. فمرة تاني في أعمال 5 قالوا أنت ما كدبتش على إنسان، أنت كدبت على الروح القدس، أنت كدبت على الرب. ولأنه كدب على الرب، وهذا الحضور حضور ناني، هناك نتائج. المولود من الروح هو روح، أنت مولود من فوق، أنت مولود من الرب، مش أنت ابن ربنا برضو؟ ولو أنت ابن ربنا أنت مولود من الروح، إذن الروح هو الرب. أنا عمال بقول لك بس حبة آيات بوصل لك لنفس النتيجة، إن معاملتك مع الرب هي معاملتك مع الروح القدس، وشخص الروح القدس هو أقنوم بتتعامل معاه وان تو وان، لو جاز التعبير، وان تو وان، هو بيحيط بيك من كل جهة. كورنثوس الأولى 2، كورنثوس الأولى 2:11، من الناس يعرف أمور الإنسان؟ من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ كورنثوس الأولى 2:11،
كورنثوس الأولى صح 2:11. من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا إيه؟ إلا روح الله. كلية المعرفة لأن أعماق الله معلنة في الروح القدس. علاقتك مع شخص الروح القدس هو علاقتك مع أعماق الله أو مع أسرار الله. آخر مرة حكيت مع الروح القدس إمتى؟ لأن حكي مع يسوع. أقول لك بس لما هتحكي مع الروح القدس هو هيحكي لك عن يسوع، هيمجد يسوع. بتحكي مع الروح القدس؟ تطلب، تعرف إن اسمه باراكليتوس، باراكليتوس يعني الذي يأتي بجوارك لما تطلبه، بمعنى إنك بتطلب الروح القدس. مش بتطلب روح القدس ملاني، هو مش بس امتلاء، هو شخص، هو بيملك فعلا، بس هو شخص، هو بيأتي بجوارك لما بتطلبه علشان يشير عليك. هو الباراكليتوس بيأتي يعينك في الضعف، فهو الشخص الرب الحال الحاضر فيك، لأنك هو ده اللي بيخليك ابن الله، لأن الله هو الروح القدس، والشخص اللي بيحال حواليك عشان يقودك هو شخص الرب. أين أذهب من حضورك؟ هو كل الحضور، كل المعرفة، كل القوة. جواه إيمان إن كثيرين هتكليك معاهم هذا الإعلان، وهيختبروا حاجة هذه الليلة في أوضهم وفي القاعة هنا، لأن هناك أمور مصاحبة للرب وأقنوم الرب بالروح القدس لما بتتعامل معاه 1-to-1. يعني إيه 1-to-1؟ يعني بتتعامل مع الرب الروح القدس، بتتعامل مع الرب يسوع، بتتعامل مع الآب، آبا الآب، لأن الروح هو اللي بيمجد يسوع، هو اللي بيخليك تقول آبا الآب، هو اللي بيمجد يسوع فيك. بس أتاري النهضة مع الآب والنهضة مع الإبن هي نهضة مع علاقة أقنوم الرب الروح القدس، مش إنه سحابة، مش إنه هو نار، مش إنه هو حاجة طايرة في الهواء، إنه هو الرب، وتتعاملك معه 1-to-1 بيؤدي إلى نهضة في يسوع ونهضة مع الآب. تاريخ النهضات كان كلها مربوط بإعلان، مربوط بإعلان عن الروح القدس بيشاور على يسوع وبيشاور على الآب. خليني أفتح معك حبة آيات بسيطة. إنجيل متى، أنتوا هنا النهاردة ماشي بسيط أو بس متى 3 آية كلكم عارفينها، بحبها جدا. يوحنا المعمدان قالها: أنا أعمدكم بماء للتوبة. متى 3:11: أنا أعمدكم بماء للتوبة، الذي يأتي بعدي. ده مين؟ حد مسيحي هنا؟ ما فيهوش تركة في السؤال يعني. الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذاءه. هو إيه؟ يعمدكم بالروح القدس ونار. إذن الروح القدس مش نار، الروح القدس بيحمل ليك نار، بس هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. سيعمدكم بشخص بأقنوم، ونتائج معمودية هذا الأقنوم نار. سلام. سيعمدكم بأقنوم. أنا ممكن أقف وممكن نقعد ساكتين نص ساعة، السماء حصل فيها سكوت نص ساعة. هيعمدكم بأقنوم ونار. تقول الكنيسة اتعمدت بالنار في أعمال 2، أقول لك ياس، الكنيسة اتولدت بالنار، النار ملت الكنيسة، لأن برفشة وبيده يقدس بيدره. نعم، والنار ملت الكنيسة، تقدست الكنيسة واتملت بالروح القدس. نعم، حلو قوي. بس خلي بالك، ده كان الروح القدس كأقنوم بيملى الكنيسة، ونتائج هذه المعمودية ظهرت نار. لكن هم
يوحنا المعمدان من وقتها بيقول لك بص في 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 فرق، ما تخلطهمش. روح القدس مش النار، النار نتيجه، لكن هو اقنوم الرب الروح المحي. خلي بالك مره ثانيه عشان اصحصحك، هرتقى انك تقلل وتقول الروح القدس مجرد نار، مجرد قوه، مجرد سحابه، مجرد مواهب. هرتقى. الكنيسة عملت عليها مجامع علشان يقولوا نو 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 نو، هم ثالوث إله واحد، مساوين لبعض، مفيش فرق ما بينهم، مساوين لبعض. يعني الروح القدس مساوي للآب؟ يس. بالمناسبة ده إيمانك. فيوحنا بكل وضوح بيقولك بص في حاجة اسمها بتتعمد في الأقنوم. الأقنوم بيعمدك، عارف يعني بتتعمد؟ يعني بتتغطس، يعني بيملك من جوه، تقول روح القدس فيا، اقول لك حلو قوي. ده الرب مره تاني، مش ميه، مش سحابه صغيره بتلق كده جواك، مش ميه جواك. قال هذا عن روح القدس تجري من بطون انهار ماء حيه، قال هذا عن روح القدس، فروح القدس ميه. كل دي صور، بس في اقنوم، في رب قال له ما تكذبش على روح القدس. الروح القدس هو الرب، ده في اعمال خمسه. فببساطة هنا بقول بص ذاك يعمد بالروح القدس بالأقنوم. إذن الأقنوم بيملاك من جوه، الأقنوم بيحيط بيك من جوه من بره، وبتتعمد تتغطس زي ما المعمودية هي تغطيس، تنزل تحت المية، معمودية في الأقنوم. مرة تاني تقولي أنا ما شفتهاش كده قبل كده، أقولك عشان هو ده مفتاح نهضة في حياتك، ومفتاح نهضة في الكنيسة. هو العلاقة مع الروح القدس، هي نوع العلاقة شكلها إيه؟ هو النار، هو السحابة، هو القوة، هو المواهب أو الثمر، ولا هو أقنوم؟ وأول ما بقى أقنوم في حاجة بتتنقل جوانا، لأنه تبعيات إدراكنا أنه أقنوم بتتنقل في الكلمة، ده يعمد بالروح القدس ونار. هنوقف بعد دقايق ونقول يا روح الله عايزين ندرك هذا التغطيس في أقنومك. الكنيسة الأولى كانت بتصلي هذه الصلوات بالمناسبة، يعني بدون دخول في تفاصيل وأقوال الكنيسة الأولى، لكن ببساطة أنك تتغطس في أقنوم الروح القدس هو اللي بيمجد يسوع فيك. أن أقنوم الروح القدس يعمل زيارة في أوضتك، وخلي بالك أقنوم الروح القدس هو كلية الحضور، فهو حضرتك ممكن تطلبه في الشغل، مش تطلب قوة بقى، القوة دي نتيجة، النار دي نتيجة. ممكن تطلبه في الشغل، ممكن تطلبه في العربية، ممكن تطلبه في وسط البيت، ممكن تطلبه في وسط وانت في مود. هو اسمه الباراكليتوس، يعني يأتي بجوارك أول ما تطلبه، أول ما تحكي معاه وتتدرك أنه هو ماكس معك، هو يحيط بيك وعايز مور أن مور أن مور، يأتي ويعمدك ويعمدك ويعمدك. عشان كده كانوا بيتملوا بالرب الروح القدس مرة ومرة 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 ومرة. يوحنا 20، أعمل 2، أعمل 4، أعمل طول الوقت عمالين إيه؟ هذا الرب عمال بيعمد ويعمد 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 ويعمد. فإيه؟ فاستعلان يسوع بيزداد، لأن كل ما بيعمدنا أقنوم الروح القدس كل ما إعلان يسوع بيزداد فينا. أهي كلكم عارفينها في أعمال 10، انتوا هنا مش كده؟ انتوا كويسين؟ الرب الروح القدس ما خدناش عليه انه مليان مهابة، ما خدناش عليه انه مليان مخافة، برغم انه هو مليان مخافة. تعودنا عليه انه هو لما التسبيح يعلى يبقى الروح القدس كان موجود عزانا، أو لما يحصل شفة يبقى في الروح القدس كان في مسحة شفة، أو لما يبقى في مواهب معينة يبقى الروح القدس كان موجود. ما تعودناش إنه ممكن هذا الرب وهذا الأقنوم لما يعمد تبقى مليان مهابة مش قادر تنطق بكلمة، بقى مليان مخافة، مدرك إنه أي حاجة تعملها أنت في حضور ربنا. يعني لو جاز التعبير حنانية وسفيرة، أي كلمة غلط هتقولها هتقدم عنها حساب. قال لي خلي بالك،
انت ما كذبتش على الروح القدس، انت كذبت، ما كذبتش على انسان، كذبت على الرب نفسه. اعمال 10 كلكم عارفين الايه 38، يسوع الذي من الناصره مسحه الله بالروح القدس وايه؟ اذا الروح القدس مش قوه. تقول لي ازاي الروح القدس قوه؟ اقول لك اه دي نتيجه، دي نتيجه. مسحه الله بالروح القدس والقوه. يوحنا قال تتعمد بالروح القدس والنار، هنا مسحه الله بالروح القدس والقوه. اذا اقنوم الرب بالروح القدس كان مالي يسوع كل لحظه، فالقوه كانت نتيجه. هو ملء اللاهوت جسديا، يسوع المسيح هو ملء اللاهوت جسديا. مسحه الله بالروح القدس والقوه فيقول يصنع خيرا. ومرة تاني ده الشاهد نمرة 2 اللي بيقول لك في أقنوم بتتملي بيه وفي نتائج لهذا الأقنوم. اوعى تتعامل مع النتائج وتنسى ان القصة مربوطة بالأقنوم، لأن الأقنوم هو مفتاح النهضة. مرة تاني أذكرك هرتقى انك تقلل الروح القدس عن الابن والاب. هرتقى انك تتعامل مع روح القدس انه قوه او نار او سحابه، بس الاب اب والابن ابن على الصليب من اجلنا. بس روح القدس ده دي هرتقى. عشان كده نسجد له ونمجده مع الاب والابن. ليه؟ لان عشان كده الكنيسه الاولى كانت بتحط بتستف الدنيا عشان تدرك انك بتتعامل مع مين. تتعامل مع اقنوم الرب نفسه، أقنوم الرب الساكن معاك، كلية الحضور، كلية القدرة، كلية المعرفة، بس هو ماكس معاك، عنده هو الموجود فيك وليك طول الوقت كأقنوم. هو اللي بيغير من طبيعتك، هو اللي بيغير من طبيعتك عشان تصير شريك في الطبيعة الإلهية. تقولي دي آية جميلة بنقراها بنتذكرها بنسمع حظات عنها، شركاء في الطبيعة الإلهية، بس كده آية طايرة في الهواء كده بتدغدغ المشاعر بس. نو، في قوة وراء هذه الآية عشان تتفعل في حياتك، علاقة مع أقنوم الرب الروح القدس. لأن يسوع كان بيتحرك بهذا الأقنوم ونتائج هذا الأقنوم القوة. آية كمان سالونيك الأولى، أنتوا هنا؟ أنا بطمن عليكم. سالونيك الأولى لصاح الأولاني، كلكم عارفين الآية برضو، إنجيلنا آية 5، إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل إيه؟ بالقوة أيضا. خلاص يعني لو أنا بطرح بولس خلاص، إنجيل ما كانش بالكلام كان بالقوة، شكرا وفهمين القوة دي وراها الروح القدس خلاص. نو الإعلان والروح القدس اللي كاتب هذا الكلام، نو نو نو، القصة مش 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 بالقوة بس، لا، كان في أقنوم حاضر وهم بيكرزوا. ما كانوش بيكرزوا بالكلمات فقط، ولا كانوا بيكرزوا بالآيات والعجائب فقط، لكن كان في أقنوم حاضر وهم بيكرزوا. إنجيلا لم يكسر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. يعني عايز نهضة في خدمتك، ما تتحركش من غير الأقنوم. لا أنا بتحرك بمسحة، المسحة رائعة جميلة، والمسحة عايز تزداد المسحة، تعامل مع الأقنوم بالقوة وبالروح القدس. رومية 8، أوكي، رومية 8 الرائع في الرب الروح القدس، إنه لما بتدرك حضوره، بتدرك إنه موجود ليك، هو كلية الحضور، فما فيش مرة بتطلب حضوره. هو كان فاكرين عشان كده بتدي تكوين 1، كانت الأرض خاربة وخارية، روح الرب يعرف، فهو كلية الحضور. حتى لو الدنيا خاربة وخالية، ما فيش حتة أنت مفصول فيها عنه، وبالتالي ما فيش حتة لو أنت فارش في الهوية
تطلب مع تطلب هذا الأقنوم وما يجيلكش. ولما بيأتي الرب الروح القدس هذا الأقنوم، أنا بستعمل أقنوم علشان بس ذهنك، لما يأتي هذا الأقنوم ليك أينما كنت، بيقوم ممجد يسوع، بيقوم رفعك، بيقوم قال لو فرشت في الهاوية أين أذهب من روحك. فالليل مثل النهار يضيء، ليه؟ لأن هذا الأقنوم لما بيأتي لحضرتك هو كلية الحضور، كلية القدرة، كلية المعرفة. لما بيأتي لحضرتك بيقوم رافع، نائل، مغير كل حواسك، موريك يسوع في الحدث، متكلم معاك عن يسوع ومتكلم عن مفاتيح وأسرار في الملكوت، لأنه الروح القدس يخبركم بأمور آتية. رومية 8 آية كلكم عارفينها النهاردة، أبسط من كده ما فيش. 8:14 الذين ينقضون أولئك هم الذين ينقضون بالأقنوم، الذين لهم علاقة مع الأقنوم، الذين يسيرون مع الأقنوم هم أبناء. في شيفت لازم يحصل جوه عقلنا الباطن. انا عارف ان ما فيش حاجه اللي انا بقولها يعني مصطدمه، لكن في شيفت لازم ينور جوه عينيك، في اعلان لازم ينور جوه عينيك وانا بتعامل معاه ازاي، لان بحسب نوعيه تعاملك مع اقنوم الرب الروح القدس نوعيه النهضه اللي في حياتك، نوعيه الزياره اللي بتحصل في اوضتك. وانا مش بتكلم على الاجتماع، انا بتكلم على الزياره اللي بتحصل في اوضتك، انا بتكلم على القوه اللي خارجه منك وانت في الشغل، انا بتكلم على القوه اللي بتسري في عظامك او في امراضك او في صحتك او في نفسيتك او في عظامك، لان ادراكك انك متعمد بالروح بالاقنوم الروح القدس والنار او القوه، فهذا الاقنوم اللي انت متعمد فيه هو جواك، هو بيحيط بيك، هو نار اكله، هو التعبيرات المشهوره، هو فيك عشانك وهو عليك عشان الاخرين اللي حواليك وعلشان ارواح الشر المحيطه بيك، لان هو نار تحيط بيك من كل جهه. فهذا الاقنوم عشان كده هو بيعمد بالاقنوم ونار، فعمدك هذا الأقنوم هو بيملك من جوه وبيحيط بيك من بره، ففي نار خارجة. لما جحزي عينيه اتفتحت على اللي حاصل حوالين إليشع، رأى مركبات نار حوالين إليشع، ليه؟ لأنه ده المكان اللي هو واقف فيه إليشع، لأن إليشع وإليا هم لغوا المسافة. ده اللي هرجعنا لقصة عثاليا، بس مش موضوعنا عثاليا النهاردة، موضوعنا هو أقنوم الرب الروح القدس، لأن هذا الأقنوم بيخلي الفرن بتاعك سخن طول الوقت. في مثل انجليزي، الدبان بيقف على الفرن البارد. انا اسف، دي مش ايه، كلكم بتشوفوا فين الايه دي، دي مش ايه، مترجمها لكم من الانجليزي، اوكي؟ بس طول ما الفرن بتاعك بارد الدبان بيقف. الدبان عمره ما يقف لو الفرن سخن. كمل انت الوعظه. لو النار مشتعله جواك، لو الاقنوم الناري مليك، لو انت على علاقه مع هذا الاقنوم الناري، مفيش بعل زبول اله الذباب ما يقدرش يقف، ما يقدرش يقرب، لان في نار، في نتيجه لهذا الاقنوم لما بيملاك. فمستوى الانتصار، مستوى الاوضه، مستوى المزاج، مستوى اللي خارج منك، مش بس اللي بيملاك من جوه، مستوى اللي خارج منك لمجرد انك على علاقه. هو ايه ظل بطرس كان بيعمل كده؟ ليه ظل بطرس كان بيعمل كده؟ ليه عصائب بولس كانت بتعمل كده؟ هي قصه في عصائب بولس ولا ظل بطرس، ولا في حاجه اسمها اقنوم بيحيط بيهم من كل جهه؟ فالعصائب على الهدوم ولا الظل على الظهر بتاع بطرس له نتيجه. هذا الاقنوم حضوره كانوا قال كرازتنا ما كانتش بالكلام، حلو قوي، يعني كان فيها بالكلام فقط، كان فيها كلام حلو قوي، وما كانتش بالقوه فقط،
لكن كان هذا الأقنوم كان حاضر، ولأن هذا الأقنوم كان حاضر كان بتحصل بقى قوات غير معتادة، لأن هو الرب اللي بيرف على وجه الغمر، فأي كلمة يقولها الرب تكون، ويرى الرب أن ذلك حسن جدا. فمرة تانية أنا مش بتكلم على الاجتماع، أنا بتكلم على أوضتك وعلاقتك، بتكلم على العربية وأنت راجع النهاردة، بتكلم على مشاويرك، بتكلم على بيتك، على أوضتك، على سريرك وأنت محد طفيت النور ولسه ما نمتش. إيه أخبار حديثك مع الأقنوم؟ رومية 8 الذين ينقضون هم أبناء. كلكم عارفين الغي 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 الغي, الغي العلاقه مع الاقنوم، الغي العلاقه او الغي نوعيه الحياه كابن، لانك بتفضل ابن بس ابن مش متمتع بنوعيه الحياه كابن. اذا علاقتك مع الاقنوم بتخلي نوعيه علاقه ملوكيه مربوطه بالابن. الذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. فتعاملك مع الأقنوم هو تعامل مليان حديث، مليان لمسات، مليان محبة، مليان نسجد له ونمجده مع الأب والابن. زكريا 2 بالمناسبة، خليني احنا في رومية 8 14 13 إن عشتم حسب الجسد تموتون، إن كنتم بالروح إيه؟ الرب الروح القدس هذا الأقنوم لما بيملك الجسد ما بيفتحش بقه. قال كده اسلكوا في روح فلن تكملوا، ده في غلاطية، فلن تكملوا شهوة الجسد. ليه؟ لأن أقنوم الروح القدس بيملك الجسد ما بيفتحش بقه. مش هقول كم حد هنا بيصارع مع أمور جسدية، ما حدش يرفع إيده، لكن ببساطة التعامل مع أقنوم الرب الروح القدس، ولو طلبته الجسد ما بيفتحش بقه لأنه هو نار. زكريا افتح معايا زكريا، انتوا هنا زكريا 2. طولت عليكم؟ انا ما طولتش، بتكلم بطيء بس مش اكتر. زكريا 2 أنا يقول الرب آية 5 نقرأ من الأول. رفعت عيني ونظرت إذا رجل بيده حبل قياس، قلت إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وطولها. عايز يقيس المقاس بتاع ملكوت الرب. إذا بالملاك الذي كلمني قد خرج وخرج ملاك آخر للقائه. دي قصة تانية في زكريا. زكريا زحمة، يعني الملاكة كتير شغالة و كائنات روحية كتير شغالة. قال له اجري وكلم هذا الغلام اللي راح يقيس. خلي بالك ده ملاك، وخرج ملاك آخر وراح يكلمه الغلام اللي راح يقيس. اوكي مش واخدين بالكم؟ مش مشكلة. قال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالإعراء تسكن أورشليم، يعني مش بالقياس، دي كالإعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم البركة فيها. وأنا يقول الرب أنا أكون لها إيه؟ سور نار من حولها وأكون مجد في وسطها. بسبب التفسيرات، ودي تفسير مش برفضه بس هو تفسير كنسي قديم، إن أقنوم الرب الروح القدس هو أقنوم المجد. ما تتخضوش، مش برفضه، تعبير متفق. اقنوم الرب الروح القدس هو اقنوم المجد، هو اللي بيملى الامور بالمجد، هو اللمعان، هو تقل الحضور. اكون مجد في وسطها، ده اقنوم الرب الروح القدس. بس نتائج الروح القدس ايه؟ نار. الروح القدس هو ايه؟ يعمدكم بروح القدس ونار. فأنا أكون مجد في وسطها، النتيجة سور نار حواليها. أنتوا هنا؟ فمرة تاني بيعمدك بأقنوم اسمه الروح القدس. هذا الأقنوم بيملاك من جوه، بيملاك من برة، ولأن المجد ده علاقة مع المجد، أقنوم الرب الروح القدس وأقنوم المجد، أو بيطلق المجد، فيسكن المجد أرضنا.
فيسكن المجد أرضنا. ولما بيسكن المجد أرضنا سور نار حواليك. سور نار ده فالسماء والأرض بيتلاثمة. عارفين الآيات دي؟ مزمور 82. السماء والأرض بيتلاثمة بيتقبلوا ليه؟ الرحمة والحق بيتقبلوا ليه؟ البر والعدل بيتقبلوا ليه؟ لأنه يسكن المجد أرضنا، لأن أقنوم الرب الروح القدس بيملاك. علاقتك مع أقنوم الروح القدس هي علاقتك مع نهضة غير مسبوقة في حياتك، وكل ما تزداد العلاقة مع الأقنوم كل ما تزداد العلاقة مع المجد. لأنه فاكرين في رومية 8، عشان كده سور نار حواليك ده، قصة السور دي مهمة في الزمن ده. ما عرفش كنت موجود الأربع اللي فات ولا لأ، بس إحنا الأربع اللي فات بشاركنا مشاركة قصيرة جدا، لأن قبليها قعدنا نصلي من أجل أبواب الملكوت اللي بتكسر أبواب الجحيم، وأسوار الملكوت اللي بتكسر أسوار إبليس. سور النار المحيط بيك ده زمن أسوار النار المحيطة بيك، ده زمن أنك تضرم قطك بسور نار، زمن نحمية، بس مش نحمية اللي بيبني أسوار كده، نو. سور النار هو العلاقة مع هذا الأقنوم اللي بيعمل سور نار حواليك، لأن المجد بيسكن فيك. إنه زمن أسوار النار اللي تحيط بقطك وتحيط بخدمتك وتحيط بأيامك وتحيط بعينيك ورؤيتك، زمن أسوار النار. عشان كده صلي بالروح كتير، روح يشفع فيك بأنات لا ينطق بها. ارجع معايا رومية 8. اوكي رومية 8، انتوا هنا؟ انا لازم اختم. رومية 8، ما اعرفش انت بتربطهم ولا لا، يقول لك احنا بنئن مع 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 الخليقة. حلو قوي. ناس كتير تاخد هذه الآية في رومية 8 يقول لك بنئن مع الخليقة، فاحنا احنا تحت ال نو نو نو. كمل حبيبي، ما تفصلش الحتة دي عن بقيها. يعني في آية بدون ما نخش في تفاصيلها، آية 32، إحنا الخليقة كلها بتئن، وإحنا لنا بكورة الروح نئن. فنئن دي بنتصور إحنا كلنا قاعدين بقى حفلة أنين. كمل معايا آية 26، لأن ده في نفس الإعلان. فإحنا مش بنئن نفس أنين الخليقة، الخليقة بتئن، إحنا بنئن. إيه نوع الأنين؟ الروح أيضاً، الرب الروح، أقنوم الروح يعين ضعفتنا. لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بإيه؟ فده أنين مختلف. ده الروح القدس العمال، أقنوم الروح القدس العمال بيقول تعال. قنوم الروح القدس عمال بيأتي بالمجد، قنوم الروح القدس عمال يملك بالنار، قنوم الروح القدس عمال بيطلق افتداء وافتداء وافتداء، ونقلات قيامة ونقلات تغير في الطبيعة ونقلات قوة في الجسد ونقلات أمور خارجة منك تلمس الآخرين المحيطين بيك، نقلات في أجواءك، لأن الروح القدس عمال بيشفع فيك. لأن لسنا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بأنات. Are you here؟ ففي الخليقة بتئن، حضرتك مش بتئن في حفلة أنين الخليقة، حضرتك بتتجاوب مع أقنوم الروح القدس العمال بيشفع فيك. يا رب تكونوا هنا، خلينا نكمل معاك. طيب الروح أيضا يعين ضعفتنا، آية 26، لأن لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ده وقت صلاة بالروح، لأن يعني الروح يصلي بأسرار، روح يتكلم بأسرار مع الرب، روح بيبنيك. قنوم الرب الروح، تصور بأن قنوم الرب الروح القدس بيملك في الأرض ويملى صلوات علشان يأتي بالسماء يسكن المجد أرضك، لأنه هو قنوم المجد. نوع النهضة في حياتك بيتنقل بسبب علاقتك مع نوع العلاقة مع قنوم الرب الروح القدس. مش قوة، مش سحابة، مش حاجة طايرة في الهواء، قنوم بيملك، قنوم بيعمدك، بيغطسك، بيملك، ونار وقوة وسحابة ومسحة، لكن هو أقنوم. أوكي كمل معايا. الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، الذي يفحص القلوب يعلم ما هو امتداء اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. فروح القدس بيقوم مصلي فيك بالمشيئة، روح القدس بيقوم مطلع فيك بيغطي ضعفاتك، لأنه هو قال كده لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. الروح يعين ضعفتنا، آية 26 و27، فهو يعين ضعفاتك، هو يصلي بأسرار، هو يبنيك، هو يصلي بحسب مشيئة الله، هو الروح القدس الناطق في الأنبياء. ده قانون الإيمان، أقنوم الرب الروح القدس.
اللي عايز يملاك، اللي بيحبك، اللي بيرف على وجه ظلمتك، وجه غمرك، وجه خرابك، وجه الفوضى، وجه الدوشة، وجه الحياة، وجه الشغل، وجه البيت، وجه الخدمة، هو بيرف يجول يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه عشان يجد مستقر، زي ما استقر على رأس الرب يسوع، بيستقر على كل أولاد يسوع أول ما بيرى يسوع فيك، عشان يمجد يسوع ويزداد يسوع فيك، لأن هو أقنوم المجد، هو أقنوم النار. وإيماني إيماني إيماني الرب عايز يعمل نقلة في علاقات شخصية. مش بتكلم على الاجتماع بس، مش بتكلم على الاجتماع اللي جاي بس ونخرج ننسى. هو بيرف على وجه أرضك all the time. أين تهرب منه؟ أين تذهب منه؟ لو فرشت في الهوية الروح جاهز، أول ما تقول له أقنوم الرب روح القدس املاني، معونة، عايز أحب يسوع أكتر، محبتي بردت، تكريسي نص نص، مش عارف أعمل إيه في دي، إيه رأيك في دي؟ لأنه كما كان يسوع مع التلاميذ فكانوا يميلوا يسألوه، أنا بغرق فمد إيده، طب نعمل إيه؟ مش فاهمين دي، فكان يرد عليهم. كما كان يسوع مع التلاميذ هكذا أقنوم الرب الروح مع حضرتك، بس مش بس معاك، هو فيك وهو حواليك، هو بيغطسك وكل حاجة فيه بتمجد يسوع ليك، وكل حاجة فيه بتصرخ أبا الآب. فكل تشفع، كل أمور، كل صلوات، كل حكمة، كل احتياج، كل مشورة، كل مفاتيح تكسر الأبواب المقفولة، كل قوة أنت بتحتاجها في وقت هزال أو ضعف، كل نار أنت بتحتاجها، كل اختراق أنت بتحتاجها، هي موجودة ليك في هذا الأقنوم. لو علاقتك معاه بتتضاعف مع الأيام، انتصاراتك بتتضاعف مع الأيام، يسوع بيستعلن مع الأيام، مجد يسوع بيستعلن في كل حاجة بتعملها. أمين. تعالوا نصلي مع بعض.